احمد براجل الاعمال وهو صاحب ومدير عام صالون ستوريز في مدينه بنياس محمد الحج. محمد الحج اسعد الله اوقاتك. اسعد الله اوقاتك وشرفتنا اخوي العزيز. يا هلا بك. يعني بالبدايه سيد محمد الحج لو اردنا نعرف الساده المشاهدين بحضرتك يعني كسياسه البرنامج انه نعرف المشاهد بحضرتك محمد الحج مين هو وكيف كانت بدايته وانطلاقته في حياته العلميه والعمليه ووصوله الى دوله الامارات العربيه المتحده. محمد بدايتي كانت في مدارس ابو ظبي. نعم. خلصت الثانويه العامه في مدرسه خليفه بن زايد. كملت تعليم الجامعه في الجامعه الامريكيه في الشارجه. درست في الوظائف، بديت مع مجموعه شلهوب كموظف اداري. نعم. استمريت معاهم تقريبا 6 سنوات، درست في المناصب من موظف اداري الى موظف في قسم التوظيف. نعم. الى خبير في مجال الاتش ار. طلعت من الشلهوب انضميت لشركه ارامكس كمدير موارد بشريه. نعم. ومن ارامكس طلعت على مجموعه الغرير مدير علاقات الحكوميه للمجموعه. نعم. فهذا كان تدرجي في مجال الوظائف. نعم. طبعا سيدي هذا برنامج سؤال وجواب وحلقه خاصه ان شاء الله وحلقه توثيقيه وكتجربه جميله لك وللجيل القادم، ولكن يعني نتحدث دخولك الى هذا القطاع قطاع السلولات كسلولات الاطفال بالتحديد، يعني كيف اجتك الفكره انك تعمل هذا المشروع؟ ممتاز. هو اول شيء كنت تكون انت اب لاربع بنات احد الاسباب الرئيسيه للموضوع، يعني فانا كنت اتعذب لما اوديهم الصالونات واشوف الخدمه واشوف الاكسبيرينس ما عجبني المكان. كل مكان يكون له عيب معين من ناحيه النظافه، من ناحيه الوقت المستغرق مع الطفل، طريقه التعامل مع الطفل، فهذه كلها كانت تراكمات سابقة ادت الى ان افكر في مشروع صالون الاطفال. فاضافه الى ذلك ان اشتغلت انا في مجموعه شلهوب، هم عندهم قسم خاص في البيوتي والجمال والاشياء هذه. فتعرفت على كثير ناس في المجال هذا، فسهل لي ان طبخ الفكره في عندي لحد ما اخذت القرار اني افتح صالون اطفال. ممتاز. ونتحدث عن نوعيه الخدمات يعني والاعمار الاطفال، يعني تخصصتوا في اعمار معينه ولا في كافه؟ هو صالون اطفال نتكلم من عمر يوم الى عمر 12 13 سنه، يعني قبل البلوغ نتكلم شريحه الاعمار. نعم. ايش اللي يميزك في هذا الصالون حقيقه واختيارك للموظفين ايضا يتعامل مع الاطفال بالتحديد؟ ديكور الصالون كنت انا من اكثر الاشياء اللي ركزت عليها صراحه. لاحظت انك اغلب المحلات الصوالين هي تجي على لاين معين، شخصيات كرتونيه، الوان حمراء صفراء خضراء زرقاء، كلها تمشي على نمط معين. فانا حبيت ان يكون الصالون شوي اتراكتيف اكثر للاهالي وفي نفس الوقت لمسات بسيطه تجذب الاطفال. يعني مثلا موضوع التلفزيون، فكره التلفزيون نحط فيها كرتون معين، لا، كل طفل له ايباد خاص يشوف هو الكرتون اللي هو حابه. يعني ابسط الاشياء كنت اركز عليها، اللوحه مثلا اللي تشوفها وراك مثلا الصوره هذه البوستر شيء مميز ما تحصله في مكان ثاني. فتحت خط نشاط جديد اللي هو بيع الاكسسوارات حق الاطفال، اكسسوارات اساسا الاهالي، لان الاحظ ان لما تروح انت تستشور شعر البنت مش تعرف شو تلبسها، بعدين تلبسها طوق ولا تحط لها شباصه طبعا ما عندك اياها، فمرات البنات يحبون الشغلات هذه، فهذه الاشياء اللي ركزت عليها. ممتاز. من ناحيه الديكورات والاشياء هذه. سيد محمد الحج والموظفين ايضا كيف اخترتوا منهم يتعاملوا مع هذه المهنه ايضا؟ هذا الموظفين كان اختيارهم مو بسهل صراحه. يعني كان من اصعب الاشياء اللي انا واجهتني في هذا المحل، لسبب ان عدد الحلاقين الموجودين في الدوله كثير جدا. عرفت، وكل واحد يقول لك انا اعرف وانا اعرف. فكان اول قرار اتخذته اني انا شريت كرسي، شريت عده حلاقه وجهزتها عندي، وكان الانترفيو عباره عن مكالمه تلفونيه، مقابله شخصيه، وكان اكسبيرينس يعني الكاتنج يستوي قدامي. يعني جبنا عندنا ناس طلبت من عندهم، من بناتي خلصتهم كلهم، يعني ما خليت حد من العائله ما خليته يجي يجرب الحلاقه. فمرينا في كثير مقابلات لحد ما وصلنا للخلاصه. كان يهمني الاتيتيود، الاسلوب، السرعه، وتعامله مع الطفل، كيف يتعامل مع الطفل. هل من رؤية مستقبلية بعد سنوات قادمة؟ طبعا، يعني هذا اول فرع
اخترت بنياس واخترت الجمعية بنياس لأن هذا المكان بالذات هو مكان تاريخي لأهل المنطقة يعني. يعني يعرفونه كديستنيشن لأنه صار فيه رينوفيشن كامل للجمعية، تم هدمها وبنائها بنوها من أول جديد يعني. فالموقع جدا مهم. الهدف المستقبلي طبعا أن يكون هذا مش أول وآخر فرع، أن في مجال أنك تتوسع، في مجال أن نزيد خدمات أخرى. لو تلاحظ أنا يعني أن الخدمات اللي أركز عليها حاليا هي قص الشعر، الاستشوار، السبراي، الأشياء هذه، بس في أشياء ثانية أنا ما دخلتها مثل عندك النيل بوليش، النيل، الأشياء هذه حق البنات، التنظيف الأظافر، هاي الأمور أنا ما دخلتها لأن هذه يبالها تفرق خاص، يبالها ناس معينة، يبالك تعرف شو رد أو شو انطباع الأهالي، تسوي سيرفي معين، هل يحبون ما يحبون، شو الإخبارية. فإن شاء الله يعني القادم أفضل. نتمنى لك التوفيق ومزيد من الخدمة والنجاح. أجمعين إن شاء الله. يعني سيد محمد، يعني هل واجهت مشاكل أو معوقات أو ملاحظات كبداية عملك وخطيتها سيدي؟ كثير كثير يعني، أكثر الملاحظات كانت سلبية يعني. أن أنت مجرد تأخذ قرار أنك أنت تترك عملك اللي هو نفس ما تقول سيولة مضمونة كل آخر شهر تجيك، وتأخذ ريسك أن أنت مش عارف what is coming next يعني. هذا كان قرار مصيري في حياتي صراحة، بس حصلت تشجيع من الأهل، من الزوجة، وقفوا معي في البداية. يمكن صح كان في شوية تردد، بس لما بديت الكل كان واقف معي، الأهل ما قصر يعني، كلهم المقربين، حتى ربعي اللي كانوا مترددين نفس الشيء ساعدوني. إذا ما ساعدوني في وقت اللي هو البناء، بس بعد ما فتحت الصالون شفتهم يجون يجيبون عيالهم، فدعاية من السوشيال ميديا يعني، صارت الحمد لله كان في دعم موجود. لولا الأمن والأمان أنا ما استثمرت، هذا أبسط مثال يعني. لو أنت تعرف أن أنت تحط مبلغ وقدره على مشروع جديد، وأنت عارف أن هذا البيئة مش بيئة فيها استثمار، ما فيها أمان، أو تقول أن هذه مش بيئة استثمارية، لا راح تضرب ببريك تقول لا أنا ما راح استثمر، راح انتظر. بس أنت اللي تقدر تشوف المرحلة اللي طافت، بداية من كوفيد 2020، بداية اللي ما بدأ عند وقف الطيران، وقف المحلات، وقف الأنشطة التجارية، وقف المولات، وكيف الرجوع للحياة الطبيعية مر على مراحل. تحس ان انت يعني الدولة مش واقفة ضدك، هي معاك انت كمستثمر ومع الموظف في نفس الوقت.
عرفت؟ فانت مش يعني انت ما احنا ما ناخذ الامور على جانب واحد كمستثمر، لكن انت في نفس الوقت كمستثمر عندك موظفين، هذا الموظف يعيل اهله يعيل عياله. فلو تشوف طريقه القوانين اللي نزلت في هذيك الفتره وكيف كان الدعم للطرفين موجود، ليش المستثمر بعد استفاد؟ المستثمر استفاد من ناحيه التسهيلات اللي صارت في الرخصه التجاريه. انا فتحت المحل هذا، انا ما زرت البلديه، أنا كله شغلي أونلاين، أنا ما وثقت عقد توثيق ورحت وحطيت كل شيء سويته لهالمحل وأنا قاعد، أكثر معاملاتي خلصتها بالتلفون، يا عن طريق الأبليكيشن يا عن طريق الواتساب، كل شيء صار سهل، وكل هذا لأن صارت الحكومة رقمية، صار فيها خدمات جدا سهلة، الدفع بأي طريقة تباها، ما عندك البطاقة نسيتها في البيت ادفع بأبل باي، في أكثر عن طريقة، في أكثر عن مجال، فالحمد لله يعني كانت تسهيلات جدا موجودة. الشكر موصول لسيدي صاحب السمو الشيخ أحمد بن زايد رئيس الدولة وحكامه والحكومة الرشيدة، يعني ما قصرت، والخدمات اللي فيها تنافسية عالية. يعني صراحة أنا يعني من ضمن الأشياء اللي عجبتني، يعني صار حتى والدينك اللي هم في كبار السن موضوع تجديد السيارة وأمورها هذه يخلصونها بنفسهم بدون ما يحتاجون أي مساعدة لأنها سهلة. فهذا يعني نتمنى أن الأمور كلها تصير الأفضل، والحمد لله رب العالمين. سيد محمد الحجري، هل من رسالة أخيرة حاب توجهها لمن شئت أو لإنسان كان داعم لك في حياتك؟ رسالة لمن شئت. لكل شخص آمن فيني أحب أقول له شكرا. لكل شخص وثق أني أنا راح أقدر أكمل مشروعي هذا أقول له شكرا، وعلى دعمك وعلى إرشاداتك وعلى كل شيء سويته على أساس أن نستمر في على ما نحن عليه. شكر خاص لإمارة أبوظبي على التسهيلات اللي تقدمها للمستثمرين، زياراتهم الدائمة، سؤالهم أنا هي أقضي وقت في المحل فأشوف الناس تجي وتسأل. قبل كنت تشوف الموظف يجيك يعطيك ملاحظات ويروح، الحين صار يسمع منك، فهذا الشيء الإيجابي اللي لمسته في الفترة اللي طافت. يعني محمد الحجري يعطيك ألف عافية، وشكرا لك، وشكرا على استقبالك للمبادرات الوطنية وكفاءات الإمارات. شكرا لكم ونورتونا.